العمده موجود يا ابني؟ موجود في دوره ساعه البيت. اتفضل قول له المستشار صدق الجمال. مين؟ مستشار؟ اسمه مستشار الجمال؟ صدق بيه الجمال المحامي؟ موجود فين يا ولد؟ مين عندك من الاولاد؟ مفيش. طب ضيفوه وانا جاي طوالي. ناولين جلبيه مكويه بسرعه يا ام توفيق. خير يا عم؟ جدع المحامي جايب نفسه من مصر ومعاه ناس. اللهم اجعله خير يا رب. هيكون عايز ايه يعني؟ معرفش، بس مش عوايده يجي كده من غير تليفون ولا حاجه. خير ان شاء الله. أنا عيني بترف من صباحة ربنا. إن شاء الله خير يا أبو توفيق. بالمناسبة، هو فين المحروس ابني؟ خرج يتمشى مع أصحابه. يتمشى؟ أهو ده اللي فالح فيه. أنتوا يا بندية محترمين. سلطان، أدهم، ودي ربيع. مالك يا ابو سلطان؟ بتزعق ليه؟ بحلف في بهايم اني كل حي من عيالك واخد مناط في حضنه، ولا شغله ولا مشغله، وانا حرقاني بجاز. خير يا ابو؟ حصل ايه؟ اللي ما في نفر فيكو يبر بلقمته ويروح يقعدوا ساعه زمن في الدوار، كل صغيره وكبيره ينادوني وانتوا نايمين في العسل نوم. يلا نجرم انك له قدامي على الدوار. الجلابية السلطان. يا مرحب يا مرحب. ايه الخطوة العزيزة دي؟ مبروك يا عمدة، كسبنا لك القضية. الله يبارك فيك يا متر. انه قضية فيهم الكبيرة طبعا. قضية الاصلاح الزراعي؟ مفيش كلام، الاستاذ بعد ما سمعنا الحكم صمم يجي لك بنفسه يبشرك قبل ما تقرا بكرة الحكم في الجرايد. في الجرايد؟ حكموا لنا بالقصد. والحكم مشمول بالنفاذ، يعني بمجرد ما نستلم صورة الحكم تقدر تنفذ بقوة جبرية بالبوليس. يعني كل الأرض اللي خدوا منا الإصلاح الزراعي، الميت فدان اللي يخصوه وسبعين اللي يخصوا ست حرمة الأولانية، 21 سنة إن شاء الله 100 سنة ما يموتش حق وراه مطالب. ألف ألف مبروك يابا. والفلاحين اللي على الأرض يا متر؟ الحكم واضح بيقول إنكم تستلموا الأرض بنفس أوضاعها حين نزع الملكية. وعقود الإصلاح الزراعي اللي مع الفلاحين كأن لم تكن، ملهاش أي قيمة لأن الإصلاح نفسه ما عادش يملك الأرض. مبروك يا عبد الرزق بيه. عن إذنكم يا بهوان، دقيقة وأرجع لكم. هتجوز الرابعة وتلهف اللي جاي زي غرحة ما لحفت اللي فات. ستوفيق، في ايه؟ ابوك بيضرب نار قبل الدوار. طب ما يضرب، احنا بنضرب نار اهو من فوق. قوم الدنيا مقلوبة بره يا عم، ما تتقلب اللي عدلة ولا هريدي اسمه بطولك. لم العدة وحصلني على الدوار. مال لحم مال العدة؟ عجيبة على العالم دي حاجة. يلا 28 29 30 يبقى واصلك كده 30,000 يا متر. طيب والباقي يا عمدة؟ عناية، أول ما تجيب لي صورة الحكم اللي هننفذ بيها هتلاقيني مدبر لك بقية الأتعاب على داير المالين. صورة الحكم مش مشكلة، هبعتها لك كمان كام يوم بالكتير أسبوع. ومال؟ ان شاء الله تبعتها من بكره. هو انا اقدر اتاخر عنك يا متر؟ رقبت يا وش الساعه. طيب عن اذنك. ايه ده؟ على فين كده؟ يا دوبك بقى، انت عارف الطريق. اسما عظما ابدا. امال الذبايح اللي هننحرها دي مين اللي هياكل منها؟ دوم
يوم الفرح يا عمده مره ثانيه. والله نتيجة اهله اتعشوا طب وتوكلوا بالسلام. لما نجيب لك صوره الحكم لنا قاعده كبيره مع بعض يا عمده. عشره الف مره. اتفضل يا مرحبا. خد يا راجل يا مرحبا. خلي بالك على البهوات. يلا خش يا غالي. مع الف سلام. خش اتفرق اللحم على كل دار في البلد. مانيش عايز دار يبات من غير عشا. الكل يبات شبعان ويدعيلي. الكبد ما تطحنش يا عملي على الدار. فاهم يا سلطان؟ حاضر يابا. ما يحرمش البلد من خيرك يابا. بسم الله الله اكبر. انحر يا غالي. انت كنت فين يا ابني؟ خش شوف ابوك ماله قاعد ما بيحطش منطق. ما في سكر ياما يقضي لقنيتها. تعالي تعالي يا عيشي يا حبيبتي. روحي لخالتك ام ابراهيم قولها معلش تسلفنا كوبايه سكر كمان لحد ما نصرف التمويل. روحي يا حبيبتي. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. يابا ما تحزنش يابا. ما حدش هيقدر يمس ارضنا طول ما انا حي. ما حدش هيقدر. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. وهو يعني العمده كان ناقص اطيان لما ياخد مننا حته الطين اللي حلتني. محدش هياخد الارض. محدش هيستجري مساها ولا الحكومه. خد يا ابو اشرف روق دمك. حسبي الله ونعم الوكيل. خد خد يا ابو مصر وصلح النبي. ربنا عالم بحالنا وهيجعلها دينا باذن الله. الله ونعم الوكيل. خد خد يا ابو مصر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. مبروك عليك يا ام سلطان. مبروك عليك انت يا عمدي. اقرا الفاتحه لابوكي ولابوني. زمانهم ارتاحوا في نومتهم بعد الارض ما رجعت وربنا رفع عنا الظلم. الكبده وطحال القلب يا اب. سويهم وعش العيال يا شفيقه. وما تنسيش نايب سعاد وابنها. وانت يا عمدي هتتعشى فوق ولا تحت؟ يا قولي فوق يا شفيقه. مطرح ما يسري يمري يا عمدي. انت حتتين كبار يا ولي. خش يا وليه وسك الباب. سخر يا امبابي. خير عليك يا شيخ فارس. ايه عايز مراتك تسك الباب في وشي يا امبابي؟ مش عيب عليك؟ الدردارك يا شيخ فارس. لكن احنا مالناش غرض في الصدقه اللي مشيعها على العمده. يا ولي بطل هبل وخد حتتين اللحمه دول زفر بيهم مصارين عيالك. لهم تطايل واكلهم لحمه ليها يا شيخ فارس. بكره عمدتك لما يستلم الارض مش هيلاقوا التراب يسفوه. ايه ايه محصله بعضها. رجع له ذبيحته واكلها هو وعياله عشان يشبع. حاج يا اولاد دلع الفجاره يفجع المراره. ابوك فين يا واد يا مصري؟ ذبيحه العمده مش هتدخل دارنا يا شيخ فارس. ومين قال لك ان حديت منه؟ خش امشي ناديل على ابوك امسي عليه. عبد الموجود يا مصري. عبد الموجود يا مصري. ايه يا غفير عبد الموجود؟ هو يعني عشان طلحت من الخدمه خلاص نسيت الظبط والربط؟ انتبه يا غفير. مرحبا يا شيخ فارس. ايه مالك يا جدع كده شايل هم الدين يا خبر ايه؟ تعرفش خبر ايه يا شيخ فارس؟ ايه لو انت اول من طلع على المعاش حد يلاقي الراحه ويرفض. ايه والراحه تيجي منين يا شيخ فارس؟ المعاش طاير نص النهايه قلت راضي. لكن الارض الثلاث فدادين اللي سلمهم لعبد الناصر الله يرحمه قال لي ما عدتش معدم يا عبد الموجود. سلمهم لي وشد على ايدي زي اللي بيقول لي شد حيلك. مين كان يصدق اني في اواخر العمر حبات واصبع اريان مملكش قوت يومي وعايزني ارتاح يا شيخ فارس؟ ما حدش بيرزق روحه يا ابو مصري. خد يا ولي خد حكايتك. قول مالك مش هندخل زحمه العمده دارنا. ايه يا ولي قله الحياه دي؟ طب والبالك امال؟ هي حصلت كمان تزق ايدي؟ مش كده يا شيخ فارس. ما تاخد لك كفين احسن. ابويا الله يرحمه يوم ما خدوا منه الارض وقالوا له مالكش غير 200 فدان عمر رقت حط ما قامش فرقوه على الفلاحين والاجراء قصاد عينيه لما موتوه ما حصلته. فينا دلوقتي يشوف الحق راجع لاصحابه. اتقلب اما ادعك لك صدرك. اتقلب يا المهم دلوقتي توفي بوعدك.
في حق ما كرمك ربنا وتكتب لي نص الارض اللي راجعت وشر. انا ما صدقت اسلكها من ايدين الحكومه. هتقمي من الصه انت يا بنت الرفضي. انت مش وعدتني يا راجل من يوم ما رفعت القضيه انك لو كسبتها. ان كان عليك انت انا اكتب لك عمري كله يا سعد. وانا ليه بركه اللي انت. ولا يهمك يا ابو توفيق ولا يهمك يا عمر. يا سيادنا خليكوا عمليين، اتعاونوا مع بعض وكل حي يدفع اللي يقدر عليه، وقوموا محامي يعمل لكم استشكال في الحكم. هو ايه الاستشكال دي يا نور افندي؟ توقفوا بيه تنفيذ الحكم. يعني ليه خالص يعني وتحققنا الارض؟ لا، توقفوا التنفيذ مؤقتا لحد القاضي ما يسمعكم كأصحاب مصلحة ويحكم. القاضي ما حكمه خلاص يا نور افندي. حكم قابل للاستئناف والطعن. العمدة كسب قضيته ضد الإصلاح الزراعي، لكن انتوا اللي مضريتوا، انتوا أصحاب مصلحة ومن حقكم القاضي يسمعكم. والقضية دي تتكلف قد إيه يا نور افندي؟ والله بقى انتوا شطارتكم مع المحامي. ويا الحكاية، محتاجة محامي يا أولاد. مفيش كلام، مفيش قضية بدون محامي، المهم يكون واعي ويفهم. أنا مستعد أقف قصاد القاضي وأقول له، أيوه، أقول له يا سيدي القاضي، زمان كان الأرض يمتلكها نفر قليل، زمان بلاد بحال كان يمتلكها نفرين ثلاثة بالبشوات والعسكر الترك، وبقية الخلق ما تمتلكش موضع أدم، لحد ما جه عبد الناصر الله يرحمه وقال لا، الرحمة حلوة يا أولاد، ربنا ما قالش ناس تمتلك وما تشتغلش وناس تشقى وتتعب لحساب غير. الأرض أرض الله والرزق رزق الكل، عطى البهوات والأكابر كفايته، ما حرمش حد، متين فدان لكل واحد، متين فدان يمرحوا فيهم ببدالهم، ياكلوا ويفيض الخير على خيولهم وبهايمهم وكلابهم، وزع الباقي بعد لله على الفقراء والغلابة والمعدمين. ده ثلاث فدادين وده خمس فدادين، يا دوب تقويهم وترفع روسهم من الطين اللي معجون بعرقهم وعرق جدادهم. عبد الناصر ما خدش روحه حاجة يا سيادة القاضي. ايه اللي جرى دلوقتي؟ ليه تحكم علينا بالفقر والعدم من تاني؟ هو ده العدل اللي حكمك فيه رب العباد؟ نسيتك كحل يا ابو اسماعيل. بيه النور ده كلامك اللي مبطر. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر في عيني وعين اللي يشوفك وما يصليش على النبي. انت من هوا. بقول يا عمري، ليه امبارح جت اشاره من المركز؟ انا قلت مش وقت وخليها للصبح، اهو برضو جنابك تطلع عليها وتشور علينا باللي نعمله. اشاره ايه يا ولد؟ بخصوص المحروس ابنك سي توفيق. ماله توفيق؟ عقبال كده ما تفرح به وتشيل عياله، مطلوب في التجنيد. تجنيد توفيق كبر بسم الله ما شاء الله. كيفه توفيق؟ يلا اصحى يا واحد. يما حرام عليك، انام دقيقه واحده. يا حبيبي انا مش مبيت عليك من امبارح تصحى بدري عشان تروح البندر تشتري له شويه حاجات. يعني هو ياما البندر هيقفل ولا يرحلوه؟ يعني انا دي واحده اهو، ما سيبني بقى. وعلى المذكور تسليم نفسه لمندوب التجنيد بالمركز في موعد غايته 28 يونيو سنه 1973، مع الاعتبار الامر هام وعادي.
ولا هو هام ولا عاجل. كانت غايبه عني الحكايه دي. ما تشيلش هم يا جناب العمده، فركه كعب كده يقضي جيش اوام اوام ويطلع، وبعدين نجوزه بقى ونفرح به. هو اللي بيدخل الجيش الايام دي بيطلع. انا قلبي كان حاسس ان الفرحه مش هتتم. ليه بس؟ الف بعد الشر يا عمده. كان ابويا الله يرحمه دايما يقول لما الدنيا تديك باليمين اعرف انها هتاخد منك بالشمال. ما تكبرش الحكايه يا جنابه. دمه لو سمعت الخبر هتسقط من طولها. هل يعني احنا ناقصين نكد؟ ولا نكد ولا حاجه تف من بقك. ولا عارف ولا اي حد يعرف قبل منك يا عم. ده كلام. وزي ما قلت لك ما تشيلش هم. انت لو مؤاخذه ما عليك الا تؤمر وبس. تقصد ايه يا ولد؟ يعني بقول يعني لو مالكش غرض يدخل الجيش ليها الف مخر. قوليش هطلع امي. لا 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 ما عند الشر. امال ايه؟ وقت ما تحب جنابك نوصل انا وانت مشوار كده لحد البندر. نعمل ايه في البندر؟ هقابلك براجل من اللي بيجيب لبن العصفور ما بيغلبش. هيحل لنا المشكل واحنا قاعدين نشرب الشاي. كل القبهة دي عشان رايح تقابل المسؤولين في المركز؟ جرالك ايه يا وليه؟ رايح فين يا عمدة؟ قول بالحق. قلت لك مش وقته. حاجة كده لما هتنتهي هتعرفيها. مالك متصدعة كده؟ ما ده هي لك كنا وتعملها. تعمل ايه؟ ويصدق ظن ام سلطان وتجيب لنا الرابعة. خبرك يا وليه؟ انت اللي بتقولي كده؟ وانا ايش ضمني؟ ما كنتيش انت الوحيدة بعد ربنا اللي عارفة ان عامل العملية. عيب عليكي. ما تعميش على عم الولية المجنونة دي. طب رايح فين يا عم؟ بعدين. بعدين يا متوفيق. هنا العمده نازل مصر. تلاقيه هيجيب صوره الحكم اللي هياخد بيها الارض. مين بقى الشخص اللي هنقابله في المركز؟ المأمور ذاته؟ المأمور يا سعاده البيت. قال لي لمؤاخذه هقابلك باللي هيتولى المساله برمتها وينهيها واحنا قاعدين في دارنا حاطين رجل على رجل واخر من جه. هو فزور يالا. ما تنطق دغري. هنقابل المتعهد. مين؟ ما هو مفيش غيره يحل المشكل ده يا جناب العمده. انت انخبلت يالا. عايزنا نروح برجلي الراجل مزور وش سوابق. يوضع سره في اهيه في خلقه. انا غلطان اللي طوعت مسطول زيك. هتعمل ايه يا عمده؟ يا عمده راجع القصر طبعا. انزل انت. انزل وارجعها ماشي لا ما ترجع. اسمعني بس يا جناب العمده. سمعت الرعد في ودانك. انزل بقول. طيب. بلاش تروح انت. اروح انا. خليك انت. يا مغفل. انا عمد بمثل الحكومه. اتعامل ازاي مع واحد رفضاه الحكومه وله اراضي وبلاوي يتحكى بيها الناس؟ انا لا سمح الله قلت لك ان انت هتتعامل معاه. ما يعني رايحين نخطب وده؟ احنا هنسمع كلامه. عجبنا عملناه ابو. ما عجبناش بلاش. ويا دار ما دخلك شر. خليك معايا بس يا جناب العمد. اهو مشوار يا راح يا جا. لف تلاقي الاركب. يا رجل يا عن نفس والله. يا مرحب يا مرحب يا مرحب يا مرحب يا متعهد. يا سيدي ده انا فن. كنت هتقول يا متعهد. عندك حق. انا نفسي قربت انسى اسم حمدان الويشي. شاك يا جناب العمده. الناس اتعودوا ينادوني بالمتعهد، وده ربما لثقتهم في قدرتي على التعهد بكل مشاكلهم مهما بدت مستعصيه. فضل من الله. يا مرحبا.
أنا وجناب العمدة كنا جايين لك في... لا 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 يا راجل، الكلام بعد الغدا. ده جناب العمدة أول نوبة يشرفنا. الكلام إيه وغدا إيه؟ خليها نوبة تانية. جناب العمدة مستعجل، فايت مصالح. لا يمكن أبدا، ده حتى المدام تزعل. اجعله عامل يا أخويا، نوبة تانية معلش. دردركم ولا يكرم المرء في داره. أيوه. إيه المشكلة؟ جناب العمدة عنده ابن في سن التجنيد. استخرج بطاقة شخصية. أمال إيه؟ بقول لك في سن التجنيد. يا ولد يا ولد امشي يا ولد، امشي. للاسف معظمنا بيخطئ في حق نفسه وفي حق اولاده دون قصد. بنفرح لما الاولاد يبلغوا سن السادسه عشر فنسرع باستخراج بطاقات شخصيه له. وايه الغريب في كده يا سي حمدان؟ استمارات البطاقه بترسل اوتوماتيكيا لمنطقه التجنيد، ومن ثم يطلب الشاب للتجنيد. بمعنى لو ما كانش طلع بطاقة ما كانش طلب للتجنيد ولا حد. بس اللي حصل انه طلع بطاقة مطلوب للتجنيد. وطبعا جنابك عاوز تنقذه من الامر ده. ما يعني جاي انك تطهره؟ يا ريت اعرف. عندك له حل؟ طبعا في خلال 24 ساعة هكون عندكم ومعايا الحل. أرست وشرفت يا جناب العمدة. حصلك ألف 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 بركة. لسه شرفت يا جناب، مطمئن تماما ان شاء الله محلوله. مفيش مقدم اتعب؟ لو انت لسه تعبت يا خينا خليها عندي ولا يهمك يا جناب. بقول لك ايه، تسال عليا انا، ما تجيبش سيره العمده، تعالى لي وانا هوصلك بجناب. مفيش اي مانع. انستم وشرفتم. سلام يا ايه، قالوا لك كنت مسافر يعني؟ مين هنا؟ ديو جايين يباركوا، ولاد عمامك وجماعه جايين من مصر، ده غير حمزه واولاد. انت خينا؟ اهلا، ازيك يا باشا؟ كنت فين من صبحيه ربنا؟ كنت انا والدك في مشوار كده. جبت الحباب؟ اجيبه ازاي والدك معايا؟ دماغي ولا اقول للفاضي؟ ولا تجعلوا الياس والقنوط يتسللان الى نفوسكم، فالله سبحانه وتعالى يرزق النمل في الشقوق، وليس بمخذول مخلوق مهما على شأن هذا المخلوق أن يمنع رزقا ساقه الله إليكم. لا إله إلا الله، بس الحل إيه دلوقتي يا بلشقصار؟ العمدة نزل الباندر جاب الحب، وبكرة يصبح ينفذه، هياخدوا الأرض ونرجع معدمين من تاني. الأرض أرض الله، وما نحن إلا عابرون عليها، فلا أنتم تملكون هذه الأرض ولا العمدة أيضا يملكها. لا مؤاخذة يا مولاني، الارض ارض العمدة وورثها ابا عن جدي، وانت تعلم والكل يعلم. الارض ارض الفلاح اللي شقيان فيها ورويها بعرقه، واللي يقول كده كذاب ومنافق. الناس عايزين تورثوا الراجل على حياه عينه، المحكمه حكمت له بارضه بعدل الله. يا ناس من فضلكم من فضلكم ارجوكم، فلتعلموا انكم في بيت الله، فلا ترفعوا اصواتكم ولا تنابذوا بالالقاب، واحتكموا الى العقل تسلموا. يا سياده يا سيادة اهدوا بالله، ابوس ايديكم. ما تهزمونيش يا جماعه، ما تهزمنيش، ما هو لا اراك مش هجيب نتيجه. انا بقول يعني لو الشيخ صقر ياخد كام راجل منكم يروح يقابل العمده، مين عارف مش يجوز يقدر يحلها بالتراضي؟ وهو العمده لو كان عاوز يحلها بالتراضي ايه اللي وداه المحكمه اصلا؟ ايه المطلوب مني يا شيخ صقر؟ لقد جئتك يا ابن الاكرمين متشفعا لهؤلاء الفلاحين، فهم اهلك وعشيرتك وسندك في الملمات، وقانا الله وإياك شر المحن. إيه المطلوب مني مش فاهم؟ أن تنظر إلى أمورهم بعين الرحمة والمودة التي أمرنا بها الله ورسوله. وهو أني كنت ظلمتهم يا شيخ صقر؟ أني اللي انظلمت واتنهبت أرض قصاد عيني؟ 20 سنة فتتوها وقسموها وزغرطوا ورقصوا وغنوا، محدش قال لي سلامتك. عاوزين ايه؟ اقول للمحكمه لا متشكرين، ارضي ما تلزمنيش، فرقوها على الفلاحين. ما انت ولا مؤاخذه يا عمده، اهتمت لك ارض تمرح فيها الخيل وانت مالك؟ لو اني كنت ورثتها عن اجدادك ارضي، هتورثوني واني حي بالباطل. واد يا مبابي اسكت انت يا ابن الله يخليك. اجايب والله، بتقر عليا في وشي يا عبد الرازق؟ المولى سبحانه وتعالى أمرنا أن نتراحم فيما بيننا، وأن يعطف غنينا على فقيرنا حتى تسود الرحمة بين الناس، فلا يتحاسدوا
ولا يتباغضوا. ماني ما ظلمتش حاجة. هتظلم اهو يا عمدي، وهتبيتنا معدمين مش لاقيين قوت عيالنا. عاوزين مني ايه؟ اعمل لنا عقودات ايجار بالارض، حتى لو هتقسم معانا المحصول، رضيت. افتح حالك. محدش هيشاركني رزقي ورزق عيالي بعد النهار. ما انت عندك الخير كفايه بلا حسد. الارض تتسلم لي بالتراضي. يا الحكومه تسلمها لي غصب عن الكل. وناكل منين يا عمدي؟ لهو انتوا كنتوا بتاكلوا منين؟ قبل المرحوم ما يلقى في ارضي ويعطيها لكم. كنا اجريه عايشين بالتيله، وكنا بنكمل بيت عشان نوم. خلاص. كرامة لعيون الشيخ صار. أنا ما عنديش مانع تشتغلوا في أرضي أجرة زي ما كنت، وكل حي ياكل من عرق جبيني، اللي عاجبه على كده عاجبه، واللي مش لادد عليه كلامي أرض الله واسعة يروح يسترزق بعد عني، ماليش صالح به. ده آخر كلامي يا عمدة. ما عنديش غيره، وكل حي عقله في راسه يعرف خلاصه. حصلت البركة يا شيخ صقر. منتفعين ارض الاصلاح اطلعوا السعادة يقابلوا سعادة البيه المأمور قبل دوار العمدة، اللي هيتخلف هيعرض روح المسالة. يكون معلوم للجميع ان البلد في حالة طوارئ، واي اخلال بالامن هيقابل بكل شدة. صدر حكم للعمدة باسترداد ارضه اللي اخدها منه الاصلاح الزراعي، وبناء عليه مطلوب من كل منتفع بارض الاصلاح انه يسلم الارض للعمدة بالتراضي وبدون مشاكل. هنسلمه الارض ونروح فين يا حط مأمور؟ المطلوب تنفيذ الحكم. ننفذ الحكم الاول وبعدين تظلم بالطرق القانونية، ولما يصدر لكم حكم الشرطة مسؤولة تنفذه. واحنا والحمد لله في بلد سيادة القانون. على فرض اننا هنتظلم وهناخد حكم، ناكل منين لحد ما ناخد الحكم يا حضرة المأمور؟ بطل غلبة يا ولد، انا كلامي واضح. انا مش بتاع شؤون اجتماعية، انا شغلتي انفذ القانون، والقانون بيقول العمدة يستلم الارض يعني تسلموها له. تاكلوا منين تشتغلوا فين دي شغلتكم انتم مش شغلتي انا. واللي ناوي على اللبط يقول لي من دلوقتي علشان اعرف شغلي معاه. قلتوا ايه؟ اللي في الخير يقدمه ربنا يا بيه، يجعله عامر. يلا يلا. هغير ده كله واحنا بنسرق. هش هش. حاضر. صباحين يا عمرو. اتفضلوا جوه. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. مين ده عبد الرازق؟ مكيش صالح. اعمل لنا براد شاي. بلاش تتصنطي يا ام الواد زي عوايدك. بعد دراسه مستفيضه لكل جوانب الموضوع، رايت انه من الممكن ان اعرض عليك يا جناب العمده الخطه شامله كامله وبها البدائل الممكنه للمفاوضات. حيلك يا سيدنا، هو مشروع مصرف هنشقه؟ اصعب اصعب يا جناب العمده، ده احنا هنشق طريق المستقبل لشاب مقبل على الحياة. اختصار الأول، لقيت له حل؟ أكتر من حل. قول وخلصني وراه مصالح. هو مزاج عمدتنا مش فلاني ليه يا أبو إسماعيل؟ اليد من عدمها، ربنا يجعله عام، يجعله عامر. خش في الموضوع في حمدان، هات من الآخر. استنى استنى. أول هذه الحلول أو المقترحات إننا نسفر ابننا للخارج، لخارج القطر،
إلى أن يتخطى عمره سن التجنيد فيعود ليدفع الغرامة وينتهي الأمر. ارميها 10 11 سنة بره البلد. ده أحد الحلول. بقول لك هما ما بتطلقش فراقه ليلة، أصفره لها 11 سنة. وممكن نعمل طلاق صوري، مجرد حبر على ورق، نتمكن بموجبه من طلاق. لا سابق قلت لك طلاق ما بطلقش يعني، حتى ولو كان صوري. ما فيهاش حاجة يا عمدة، من ناحية الشرعية هتظل على ذمتك عادي خالص، إلا إذا كان في بينك وبين الست أطيار. عندك غيره؟ طبعا يا عمدة، بعض الناس بيلجأوا إلى إحداث عاهة بسيطة، كأن نستغني عن عبرة صباع من إيد الولد. ليه تتقطع رقبتك يا بعيد؟ أنت اتخبلت في مخك يا جدع أنت، أقطع صباع ابني؟ لا يصبح أمامنا إلا الحل الأخير. اللي هو إيه؟ هو مكلف نسبيا لكن ما تلفش الدور علي، انت وخلصني. اشرح لسعادتك المسألة. الخطة المقترحة تحتاج للسرية المطلقة مما يزيد في صعوبتها، لكنها بعون الله مضمونة ومؤكدة. لا اله الا الله، يا راجل اتكلم دغري. لهوي توفيق كيفة؟ اصحى يا حبيبي اصحى. صباح الخير يا ام. صباح الخير. ايه يا ولد؟ ده الظهر الدنيا يا ابني. يا خبر ابيض، طب والعصر؟ للصحة يا الدنيا نظري. طب ومستعجل على ايه بس يا ام؟ يلا قوم يا ام. طب طبي عليه، دلعيه كمان وكمان. صباح الخير يا ام. والله ما هجيب خبر غيرك انت، انا محروق من تحت راسك وانت نايم في العسل نوم. هو ايه الموضوع ولا مؤاخذة؟ الموضوع؟ ما تفهمي يا هانم ايه الموضوع؟ كراي عبد الرازق، مالك؟ مالك واخدنا كده في وشك وزعق اخويا؟ يوه عندك حق، انا غلطان اللي قالب راسي. اللي زيك ما ينفعش معاه الا تراب الجهاديه. عبد الرازق بقول لك ايه؟ ابني مش هيخط الجهاديه برجله ولا هيفارقني طول ما انا حيه. لو كان جيش ابويا ابيع فيه انت بمعرفتك ورينا هتعمل ايه. عبد الرازق يا شرشاف، انت تنكتمي ما اسمعش حسك خالص. ابني بقى واني هربيه بمعرفتي. اسمع يا عمدة، يكون في علمك لو ابني دخل الجهادية مش هيكون لي عيش معاك، حطها حلقة في ودانك. بنت سعاد، انت عندك بدل العيل 4 يا عمدة، لكن انا يا نظري ما حلتش غير توفيق، ولا في شركك بغيره. انت بتعايريني يا سعاد. أنا مش بعايرك، أنا بس بفكرك. أصيل يا بنت أبو دبوس. معلومة أصيلة يا عمدة. 10 سنين دلوقتي وأنا صابرة ومستحملة، وكانت مسيرة كبير. قول يا بنت، البصة في عين ابنك توفيق تسوى الدنيا وما فيها. جاي دلوقتي عايز ترميهولي في الجهادية وتقول له ربيه؟ يعني حطتيني في كفة وابنك في كفة. ما حدش يستغنى عن عيننا عيونه يا عمدة، وانت كلك نظر. السلام عليكم يا ابو مصر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير عليك يا مصر، كويس اني لقيتك يا ابو عبد الموجود. خير يا ابو اسماعيل؟ خير خير. جناب العمده كان عايزك في كلمتين. هو قال الحكم. حكم ايه؟ وانت لا مؤاخذه يعني بينك وبين العمده حكم ولا دياوله؟ امال ايه؟ جناب العمده يعني كان طلبك في مساله شخصيه. بقول لك ايه يا ابو اسماعيل؟ قول لعمدتك مفيش قوه على الارض هتقلعني من الارض دي. جراي يا مصر، عيب عليك، ده انت بتعلم وبتفهم في الاصول. جناب العمده طول عمره خيره على الكل، وابوك طول عمره في خدمه الشرشبيه ابا عن جد، ولا حد ينكر جمايلهم عليه. ولا اني غلطان يا ابو عبد الموجود؟ ما قالكش
ما قالكش عايزني ليه؟ يا مرحب بالراجل العجوز. سلام الرحمه يا عمده. والله معجز بحق وحقيقي يا عم اجود. ايه الراجل اللي عامل فيك كده؟ هو المعاش يا جناب العمده. ابو مصري واخد على الشقه، المعاش ضره. ان كان على الشقه تعالى يا اخويا شقه، ما دام هو ده اللي هرد فيك الروح. من الليله دي تستلم بندقيه الشخصيه واعتبر روحك غفير خصوصي في دار. ربنا يمتعك بالصحه يا عمده. لا انا بتكلم جد، انا محتاج غفير خصوصي يحرس لي مخزن الحبوب وزربت البهايم ويدير باله على دار ام توفيق. اني خدام. هو كان بيقبض كام قبل المعاش يا ابو اسماعيل؟ 6 جنيه وشيرين يا جناب العمده. بس وسخطوا بعد المعاش بقى ما 4 جنيه الا ربع. اول ما باخد بالي من الحكايه دي. امال يعني عايش ازاي يا عبده؟ بقدرته وآخرة المتمة جت حكاية الأرض دي. يا أبو عبد الموجود العمدة بيعزك قوي ولا يمكن يرضى لك الضيم. ما تنساش برضو إن أنت كنت الراجل بتاعه. خد عمك عبد موجود وسلمه الشغل اللي فهمتك عليه يا أبو إسماعيل. روح معايا يا عبد موجود. أيوه بس تعال. إيه؟ عايز نتفق على الأجرة الأول. خيرك علينا يا عمدة. هديك 6 جنيه في الشهر. إيه؟ فوق المعاش؟ ده كده يبقى رضا. والأرض يا عمدة؟ ايه ما بلاش طمع بقى يا ابو عبد الموجود. انا مستعد اقف على خدمتك ليل نهار، ما يغمضليش جف وبدون ايات وحاجه وربنا المعبود. بس زي عليك النبي سيب لي حته الارض اللي انت وانا وعيالي. ابوس ايه؟ العمده قلبه كبير ملوش بركه الا انت. اصطبر بس انت على حكايه الارض دي وهو هيشوف لك صرفه فيها. ربنا يكرمك. ربنا يقدم اللي فيه الخير. وعدني خير قصد الولد ابو اسماعيل. ايه؟ عالم بالغلابه يا كريم. ما تاكل يا مصري. شبعت. ايه يا ابني مش مصدقني ولا ايه؟ مش مصدقه هو يابا. العمده عمره ما بيعمل شيء لوجه الله. الله. طب اشمعنى انت اللي من دون الاهالي هيفوت لك ارضك؟ العمده طول عمره يعز ابوه. ده لما جات له ورقة المعاش كان أول واحد زعل عليه وقال لا حول ولا قوة إلا بالله. صح يا أبو مصري؟ صح. عندك شاي؟ الله ما كلتش يعني؟ أنت هتخرج قبل ما تشبع؟ الحمد لله فضل ونعمة. شوف يا ابني لو ربنا قسم لك بشيء هيجيلك ولو كان في حانك السبع. المثل بيقول خليك ورا الكذاب لحد باب الدار. الشاي فين؟ ايوه جاي اهو خلاص. تجيب لي هنيه ابويا هشتغل غفير من تاني خصوصي مش من بتوع الحكومه. انت هتريك ابن حظي يا عمده وانا ما اعلمش. خد يا عم عبد الموجود. ياخد عدوك يا ست. دول شويه شاي وسكر على ما قصوا وقميصين نوم كده تبقى توصل لهم لام مصر. خيبكم زاد وفاضي يا ست. قميصين نوم لام مصر. اصحى للكلام. ايه بقى ده كلام يا عمده؟ لا 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 امال ايه؟ قلت له يا عمده على الشغلانه اللي انت محضرها للمحروس ابنه. وليه حرقتي لي المفاجئ؟ خير اللهم اجعله خير. شوف يا عم عبد الموجود. ايوه هي شغلانه هينصلح بها حاله ويضمن مستقبله من ناحيه، ومن ناحيه تانية هيخدمني. احنا نخدمك بعنينا يا ست. ابن الست ايه؟ مطلوب للتجنيد قبل ما تفرحوه. راسها والف سيف ما يفرقش حضنها. ربنا ما يحرمهم من بعض. ولا مداني رأي يعني ان الولد ما هينصلحش حاله الا ان دخل الكيش. اسم الله على اولادك الكبار وفلاحتهم. ايش معنى بناني يا اخويا اللي هتتشطر عليه؟ والله ما فالح. اخده وارحل ومالكش صالح بينا خالص. ان كنت فاهمه ان اقبل اطلقك تبقي هبله وعبيطه. الطلاق اخده بحكم المحكمه وانت سعاد. ما تصلوا بينا على النبي يا جماعه. عرفت ايه الخدمه اللي طلبها منك الهانم يا عبد موجود؟ عايزك تقلع ابنك مصري يتجند بدل ابنها. عم عبد الموجود. ايه يا ست؟ انا عارفه ان ابنك بعد ما خد الثانويه وما جابش مجموع كان ناوي يتطوع في الجيش صح؟ كان ناوي ولا لا؟ ايوه يا ست بس انا يميها اللي مرضتش. ومرضتش ليه؟ اصل مصر ابني غلبان هو اللي شايل همي وهم امه واخواته، هو اللي مرايح حته الارض بعد الزمن مخدل دراعاتي، هيسيبنا لمين بس؟ قدر ان العمده نفذ حكم المحكمه وصبع خد منك الارض، ابنك بقى هيشتغل ايه؟ هيطلع الترحيله ولا هيقعد في ريح امه؟ هي ايه الحكايه يا عمده نورني؟ اسر الكلام يا عم موجود. لاجل خاطر ام توفيق أنا ما عنديش مانع أكتب لك عقد مؤجر بالتلت فدادين وأسجله لك في الجمعية والشهر العقاري.
واحفيك من غلبة الحكم والدوشة اللي داخلين عليها. قلت ايه؟ ده غير انك هتفضل الغفير الخصوصي بتاعنا، ولك عندي لو ربنا قسم ومشيت الحكاية لك عندي 5 جنيه من كيسي، ده غير اللي هتاخده من العمدة. ايه اللي طالبينه مني؟ ابنك يعمل صياح في الكفر ان اتطوع في الجيش، والباقي كله انا مكفل بيه وعامل حساب. ايوه بس ده الحكومة ذات نفسها عافيها من الجيش. ما عشان كده هو اصلح واحد يقوم بالمهمات 3 سنين ويفوتوا هوا يتجنب وبرجليه وتربح انت الارض والبهية اللي قد كده. ايوه بس مين يزرع الارض؟ يا سيدي كريلك نفرين واجرتهم عندي. وقول لهم ايه؟ اتطوع اتطوع يا عبد الموجود، هي دي مش كانت نيتهم من الاول. قدروا لمؤاخذة يعني؟ قدروا لمؤاخذة الولا مرضيش. يبقى ساعتها كل حي ينام على الجنب اللي يريحه. قدامك من هنا لليلة الجاية تكون جايب لي الرد النهائي. ازيك يا فارس؟ الله يكرمك يا سعادة البيت. العمدة موجود؟ ايوه موجود يا سعادة البيت، اتفضل. صباح الخير يا مصري. يسعد صباحك يا هنال. أنا زعلانة منك. ليه كيف فن الشر؟ أختك عيشة ما قالتلكش. على إيه؟ شو خد بالك؟ يعني كان عيشة متراجع معايا المنطق والفلسفة قبل الامتحان. وديني هو رايح الامتحان وانت عمال. دماغي كانت مشغولة قوي الايام اللي فاتوا هناك. اسكت يا مصري، احسن انا حاطة ايدي على قلبي. الجدعان انتي وربنا ان شاء الله هيكرمك. ايه ده؟ الحكومة يا مصري، في ايه؟ روحي انت يا هنادي. الظاهر ان هما جايين ينفذوا الحكم عليكم. بقول لك روحي انت شوفي وقتك، مالكيش صالح. يا بيه احنا هنعمل استشكال في الحكم يا بيه. ابوس رجلك يا بيه. هنعمل ابوس رجلك. ابوس رجلك. ابوس رجلك يا بيه. حرام عليكم. احنا هنعمل استشكال في الحكم يا بيه. ابوس رجلك يا بيه. هنعمل ابوس رجلك. ابوس رجلك. ابوس رجلك يا بيه. حرام عليكم. ارجع يا ابني. يا ابني ارجع. السلام عليكم يا مصر. يا ابني ارجع. يا لهوي يا اخويا ارجع يا ابني. يا راجل يا حبيبي. يا لهوي ارجع يا ابني. ارجع يا ابني. يا لهوي تتعرض لهم ليه يا ابني؟ هم تعرضوا لك وما تعرضناش ليه يابا؟ يا ابني يا ابني انا اصلا اترضيت مع العمده. اترضيت؟ ايوه. الارض والراجل جدهم يا ابويا. انا صدق وحذرت الجميع وعلى الملأ اعلنت ان الواجب يشد محالي ويعمل استشهاد في الحب. محدش سمع كلامي. يا عاجي ابوك فين يا عاجي؟ يا ابو عبد الموجود يا مصري. عمر ايه يا وليه؟ مالي في ايه؟ الرجل خدوه من صباحية ربنا ما رجعش من الغيط لغاية دلوقتي. اروح فين واجي منين يا ابو عبد الموجود؟ يا عم عبد الموجود انا من الاول قلت
ان الصدام مع الحكومه له عواقب وخيمه جدا، ومش بعيد يعملوا لهم قضيه مقاومه السلطات. بقول لك ايه يا نور افندي، صل على النبي يا اخويا قول كلمه خير. خير وهيجي لنا منين الخير؟ اهدي يا بنت امال، جوزك راجع ديتها بصموه على المحضر وتنيته راجع طوالي، هو راجع هو والجميع. وانت بصمت وختمت على تسليم ارضك ولا لسه يا عبد الموجود؟ مستعجل قوي على خراب بيتي يا باش كاتب الغابره، اكمنك موظف حكومه ضامن مهيتك اخر الشهر شمتان فينا قوي. يلا يا اخويا خش يا بنت خش. ليه يا رب يا سيدي مالكش صالح بينا انت؟ هي الناس جرالها ايه؟ مستعجله على خراب بيطبع. الله اكبر في عيونهم. انا ما بصمتش ليه؟ مالك انت اسكت تبصم ولا ما بصمش؟ وهو دخله ايه؟ لا حيلته طين ولا له في المرار اللي احنا شاربينه. عجبك ملافظ ابو هنادي؟ بس القلب يا سي نصري. مصر ايه يا بابا؟ تعالى اقفل الباب يا ابني. تعالى تعالى يا مصر. قلت ايه؟ قول قولك يابا. ايوه بس تكون راضي. ترجع تقول ابويا ظلمني، ابويا جبرني. شوف يابا. نعم. اني طبعا مستعد ارمي بروحي في جهنم الحمراء لو كان فيها مصلحه لامي واخواتي ورضاك عليا. كنت عارف انك اصيل وهتقدر الظروف. بس الظروف يابا ما تخليناش نرتكب جريمه تزوير ونصب. جريمه ايه يا ابني؟ ده العمده. وهو العمده فوق القانون؟ لو انكشف ملعوب زي ده هننجر السجن، لا هنطول شرفنا ولا ارضينا. ومش انت يابا بقول لك ايه؟ انا صدري ضاق وما عادش عندي سطر. الدنيا عادت وسع خرم الابره في وشي. لو عندك حل يا ابني ينجدنا من الطوفان اللي دارع الخلق ده. ايدي على كتفك. يابا دي ارضنا والمفروض ما تقولش حارب العمده والحكومه. اللي في راسهم هيعملوه حتى لو عضينا في الارض. يبقى العقل يقول ايه؟ قطعت زي النخل في الزعابين لحين ما يجي فلج ربنا مش هنطح في الحيط. خلاص ما دام ده رايك بتسالني ليه يابا؟ معلوم اسالك يا ابني. هو انا اللي هتجند ولا انت؟ طب وحق جلال الله يا مصر لو انفع لكم تروحوا، على الاقل كنت اوفر عليكم لقمتي. مصر يا من ربنا باللي في قلبي. لكن نعمل ايه؟ ما باليد حيله، نصيبنا كده. اللي خدنا لنا يومين زمان، الزمان دلوقتي زمانهم. محدش عارف ربنا قسم لنا بايه؟ ها؟ قلت ايه يا حاج محمود؟ ان كان حبيبك عسل يا اخويا ما تلحسوش كله. انا بيع لك المحصول بناقص 5 جنيه عن السوق. خليك حلو امال. يا حضره العمده انا كان عشان اتوكل على الله. حضر فلوسك وتعالى شيل، ما تبقاش طماع. عبد الموجود وابن مصر يا جناب العمده. عاوز ايه يا عم موجود راخر؟ خليك انت جناب العمده، انا هشوف. فين عليك يا عمده؟ لا مؤاخذه يا جناب العمده، لا مؤاخذه يا ابني ما صحش كده، مش قبل ما ناخد الاذن الاول. لا مؤاخذه يا جناب العمده. مرحبا يا شيخ عم محمود. خد عمك وابنه وسبقني على البيت. لا هما كلمتين ورد غطاهم يا عمده. وماله؟ ما نتكلمهم في البيت. لا هو انت غريب يا مصري. هنا كويس، اقعد يابا. بعد اذن جناب العمده طبعا. روح انت يا شيخ فارس، خليهم يعلقوا لنا على الشاي، روح. مرحب مصري. اقعد يا عم موجود. لا فوق فوق. زي ما قال لك اسم النبي حاصل. خير يا زين الشباب؟ هتدفع لنا ايه يا عمده؟ لو قبلنا اننا نشارك في الجريمه اللي عملناها. بس بس بس. جريمه ايه يا خينا كف الله الشر؟ مش مطلوب انك تجند بدل ابنك؟ خدمه ليك كل الغلبان ابوك ده. لو انا حاغنى بحل المشكل بألف طريق. بس قلت اخدم الراجل الغلبان ده اللي عاش عمره في خدمتنا من ايام ابويا الله يرحمه. غلطان؟ لا يا سيدي. حقك على راسي يا عم موجود. لا لا لا. متشكرين يا سي مصري، استغنينا عن خدماتك يا اخويا، حصلت البركه. لا مؤاخذه يا جناب العمده، الكلام اخده وعطى. ما انت الشامع يا فندي المتعلم، بادي اول القصيده كفر. الجريمه قال. مصري ما يقصدش. ايوه ما يقصدش، بس انت خد كلامه للاخر يا عمده، ده مهما كان ابنك. ما انت الشامع ملفظه يا عم موجود. مصري يا ابني. عشان خاطر يا ابني تهدى كده وقول للعمده على فكرتك بهداوه. قول يا حبيبي. عاوز ايه يا مصر؟ هتكتب لابويا عقد مؤجر بالارض؟ انا وعدتك يا عم موجود ولا لا؟ هي وعدت وعدت. امتى؟ دلوقتي لو حبيت. وهتدي له اجره كام في الشهر؟ 6 جنيه، اكتر من معاشه بجوز جنيه. وخمسه جنيه من كيس الست. لا مؤاخذه يا عمده. والله ما ارد لك كلمه يا عم موجود. هيتحصل له على 11 جنيه غير المعاش. ارزاق
تدفع لابويا اجره الثلاث سنين اللي هقضيهم في الجيش مقدم قبل ما اسلم نفسي. برأي برأي يا مصر، في حد بيدفع ثلاث سنين مقدم؟ ما انا هدفع من عمري ثلاث سنين مقدم يا ابو اسماعيل، اضمن حق ابويا واخواتي. احسبوها هتلاقوها بيعرف حاله. ادفع اجره سنه 12 شهر. بس انا حجاني ثلاث سنين. ادفعهم لابوك سنه بسنه. اهو على الاقل اضمن حسن سيرك وسلوكك في الخدمه وانك قايم بواجبك، واني ساعتها اقوم بواجبي والكل يتراضى. غلطان في الكلام ده يا عم موجود؟ قعدك في العيب. كده يبقى كتر الف خيرك. واني موافق. يا بركه الله، الفتح الفتح على الصفا والنور. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قريتش الفاتحه ليه؟ قراها في قلبه، حاكم مصري طول عمره يقرا في قلبه، ما يحبش يطلع صوت، علمه كده في المدرسه، مش كده يا ابني؟ تكون عندي هنا بكره الصبح قبل الشمس، هتوصل مع ابو اسماعيل مشوار للمركز، لما ترجع نخلص الاتفاق. يا حلاوه يا ولاد، ده انت ياما ورا الهواد. لا يا بنتي لا، ما يصلحليش. وحياة النبي لا انت نايمه بيه النهارده. لا يا بنتي النبي ياما تنادي بيه النهارده. انا معرفش ماما ما شفتهاش. ابويا جاي وراك يا مصري. ماله الوالد؟ يا ما انت كريم يا رب. اتفقت مع الوالد على كل حاجه؟ ده واد ابن لئيمه عامل لي فلحوص، قال ايه؟ بتشرط عليا ادفع لابوه اجره سنه مقدم. فداك وفدا ضفر توفيق يا ابو توفيق. ضفر توفيق يا سيدي بأخصمهم من نايب في الارض. الخمسين فدان اللي وعدتني بيهم، ولا نويت تلحس كلامك؟ كل حي بيغني على مبواله. يا راجل انت مش قايل لي لما نفذ الحكم واخد الارض هكتب لك؟ ليه خلي عندك دم؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ مش لما اخلص من مصيبه ابنك؟ ما خلصت وانتهينا. يلا يا راجل انت بتتلكك على اي حاجه والسلام. خلصت دي ابتدت يا فالحه يا ام الفالح. على غير الصبح قالها في المتعهد الزفت ده 150 جنيه تفتح كده. ايه 150 جنيه بتوع ايه بقى؟ هيرش من لحم الحي بتاع السجل المدني ومندوب التجنيد وطابور الهليبه اللي مطرمخين معاه الحكايه. امال ايه كل ده عشان يبات في حضنك فلتان العيار ابنك؟ وبرضه اللي بيبات في حضني. ماشي الكلام، يبقى اخصم فدان واكتب لي الباقي. اقول لها طور طول حليبه. مش هتتعشى؟ ماليش نفس. مش عارف الطريق بقى. ايه ده؟ ما هو ده مصر عبد الموجود. وايه اللي انت لابسه ده؟ ده مصر ابن عمده ده. اه ما هو على ما اوصف بقى اسكندريه. خلاص جبت الصور. هم شويه. خد اخفي دي خالص خالص. فاهم انا كل حاجه اطمن. استنوني هنا لحد ما ناديتكم فاهمين؟ انا هروح اخطف حجر معزب في القهوه اللي هناك دي واجي دغري. اجيب لك سندوتش طعميه. طعميه؟ ودينهم فين يا شويش؟ هيرضوا عني يا بليك حد فيهم؟ توفيق يا عبد الرازق يا شرشاب. توفيق يا عبد الرازق يا شرشاب. المؤاخذة حصول. هم يا توفيق عبد الرازق يا شرشاب هم. عن إذنك يا سيدي. عن إذنك يا كوره. المكتب على طول عن إذنك يا سيدي وسعني. يا أخ يا أخ يا أخ. توفيق عبد الرازق يا شرشاب. إيه؟ تعال. مبروك وحافظ عليها كويس. متشكرين يا باشا. العفو يا فندم. ما تتحرمش منك ابدا. تحت امرك. سلام. ده اللي بعده. البطاقه الجديده وبطاقه التجنيد ايضا. بصراحه براوة عليك يا حمدان يا فندم. استنى ايه تاني يا سيد حمدان؟ الامور ماشيه في سيرها الطبيعي. المفروض ان مندوب التجنيد
هيصحب اخينا للمنطقه يقدم نفسه ويكشف، وربنا يبارك الجميع. كل شيء معمول حسابه يا جناب، اطمئن. هياخد كام بتاع التجنيد ده؟ احنا متفقين يا عمده، 150 جنيه قبض نصهم، وبعد تمام المهمه هيقبض النص التاني. وصلك مني كام لحد دلوقتي؟ ما بين الخيرين حساب يا عمده، خيرك مغطيني والله. المهم يكون الكل مبسوط ومتراضي، ولا ايه يا استاذ؟ هتدفع لابويا الفلوس امتى؟ اول ما تلبس الكاكي واطمن عليك. وعقد الثلاث فدادين جاهز؟ العقد مكتوب وجاهز لتوقيع جناب العمده مؤجرا والبصمه الوالد مستاجرا، وانا بنفسي هتولى تسجيله في الشهر العقاري وفي الجمعيه الزراعيه ايضا. امتى؟ ما قلنا بعد ما تلبس. انا هسلم روحي للتجنيد بكره الصبح. عفارم عليك. ان حصل خيانه او اي رجوع في الكلام. ايه اللي بتقوله ده؟ عادي يا مصر. ههد الحكايه على دماغ الكل. ايه طلباتك مني تاني يا سلمة عاهد؟ تلبس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اللهم هي دي الأوراق اللي أنت عاوزها يا مصري؟ أوراق إيه يا ابني؟ ها؟ طلبي مني شهادة الميلاد والإعدادية واستمارة الثانوية. آه. عايزين كل الأوراق القديمة أوي. هما مين دول اللي عايزين الأوراق دي؟ هو الجيش ياما. جيش؟ لا انت ليه الجيش؟ جت وحداني. ايه الحكايه يا ابو مصري؟ ما هو لها الحكايه يابا. تعالى يا واد، انت رايح فين؟ ابنك هيتطوع في الجيش. يا سنه سوخه، يوطي على هنا كلمني. قولي يا سيدي امال. الله، احنا مش كنا فضلناها سيره حكايه الجيش دي؟ ايه اللي طلعها في راسه من تاني؟ عامل ايه؟ راسه ناشفه. ما عندكش اي اوراق تاني؟ كني مدرسي حاجات من دي. على كل حال انا مستأمنك. امال رسمي تعتبر ابني دلوقتي. انا بالمناسبه حفظت شجره العيله، هي كبيره شويه ومتشعبه، انما انت نبيل خليها معاك واحفظ فيها. لا يقابلك حد من عيلتني وانت في الجيش، حتى ما احنا كده في كل حته تلاقي لنا ضلع. الا مش واجب يا جناب العمده توصي على مصري برضك؟ مصري مين يا ولد؟ اسمه توفيق يا مغفل. توفيق عبد الرازق الشرشابي. توفيق عبد الرازق الشرشابي. توفيق عبد الرازق الشرشابي. ايه مش موجود؟ ايوه. اني واقف نايم على ودانك؟ اصحى روحك يا بني ادم. لا مؤاخذه شويش، تعال اقف الطابور هنا. ابراهيم احمد السمدوني افندم. وراه يمين ضغط معتدى المرش. ألف ألف مبروك. مبروك عليك الأرض يا أبو عبد الموجود. بالمشيئة هيتم تسجيل العقد في أقرب فرصة. ودول 132 جنيه أجرة سنة 12 شهر، عدهم يا عبد الموجود. عد وراك يا عمدة. مساء الفل على الكل. مبروك البراءة. كده يبقى أنا أنجزت المهمة على أكمل وجه. تؤمر بشيء تاني يا عمدة؟ قصد كريم انت يا عبد موجود. السلام عليكم. متشكرين يا عم، ربنا يديك على قد نيتك. في ايه يابا؟ بقول يا استاذ توفيق، عايزك في كلمتين. بالاذن يا جناب العمده. حسابك كام يا حمدان؟ حسابنا بالورقة المحبس ولا حسابنا لحد دلوقتي؟ ولا ليه؟ المحبس اللي هي هتقفل لنا ملف موضوع ابن الغفير نهائيا. خش دغري في الموضوع يا ويش. أنا اتفقت مع ناس في مكتب الصحة هيستخرجون مشهد وفاة باسم مصري عبد الموجود. وفاة؟ ما
مفيش كلام، ده مهما كان ولد طايش ممكن يرجع في كلامه في اي وقت ويحطنا في مشاكل لا حصر لها. شهادتي الوفاة دي هتكون مستند دامغ في مواجهته اذا تلاعب. بس مين اللي هيطلع لك شهادة وفاة من غير تصريح ده؟ كل شيء معمول حسابه يا جلابه. ده انت ده يا مسيح. دي شهادة اعتز بيها والله يا جلاب العمر. تكلف كام الورقات دي؟ ما بيننا 200 و 200 ايه؟ طب انا هحاول اوصلهم ل 150. 100 بس. خليها علينا احنا يا جنابه. خلصها وهاتها لي. طيب وحساب انا؟ انا وصلت حسابك بعد ما تجيب الورق. يا جناب العمده، ده انا دافع من جيبي لحد دلوقتي. ما تقلبش دماغي. ما انتش طايل ولا مليم الا ان جبت الورقه الايه؟ المحبس. المحبس. بعد الشر. جيش ايه يا هنية؟ وهو اخوكي له جيش. اتطوع ابويا بيقول شغلانه ابرك من الفلاح، هيرقوا ظابط وبشريطه حمراء ونجوم نحاس. ما تيجي يا هنادي، ما تخش. معلش العواف يا خالتي. جندي مجند توفيق عبد الرازق الشرشابي. جندي مجند توفيق عبد الرازق الشرشابي. افندم اجمع عندي. انت تقرب لسياده الرائد محفوظ الشرشابي؟ ما تنطق تقرب له؟ تعال. تمام يا فندم. روح انت يا منصور. انت توفيق عبد الرازق الشرشبي؟ انت شبه ابوك يعني. لازم بقى طالع شبه امك. انت ابن انهي واحده فيهم؟ ابن الجديد يا فندم. كويس انك ما طلعتش ابن القديمه. استريح يا توفيق. انا ما شفتش امك لكن سمعت عنها. اظن انت الوحيد اللي اخواتك اللي اتجندت. انت ما كملتش تعليمك ليه يا توفيق؟ الظروف يا فندم. انما بتقرا وتكتب كويس. انت تعرف ان اقرب لك ايه يا توفيق؟ العيب على ابوك طول عمره مقاطع ناسه، لكن انا هعمل باصلي. تحب تقدم فين يا توفيق؟ اللي تشوفه سعادتك يا فندم. انا هوزعك على سلاح التمارين الطبيه، تاخد لك فرقه ممرض وتركن لك في اي مستشفى عسكري. خدمه في الضلع. ايه رايك؟ مش مبسوط؟ البركه في سيادتك يا فندم. وبسلم على ابوك لما تشوفه. وبقول له ابن عمك محفوظ الشرشابي خدمني خدمه العمر. كرامه ارواح اجدادك اللي خلفوك من فرع اعور. تقدر تقول له كده؟ انت بقى. زراعه. بابا ريح عبد الناصر الله يرحمه.
عينك يا ابن العمده، لا تبدع عيال. جدع ابن العمده ده باين عليه ارفاض، تلاقيه مش واخد على يمك. ولا دفع مرحبا. ده ابن عمده صحيح على النعمة. انت ولا ابن غفير حد؟ امك حلوه؟ لا اكيد وحش. ما لو حلوه كانت قرصت على ابوك بقى شعلك المحمر والمشمر. ليه في حالك يا جدع؟ انت مالكش صلاح بيحصل لك. لا انت تضربني ولا ايه؟ دفع وكسر دماغك كمان. جبت سيره امه ولا ابويا؟ ماشي الكلام، ماشي الكلام يا غضنفر، يا ابن الغضنفر. حقك عليا يا اخويا. زعلان؟ 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 بعد التاكد من موضع الوريد بنحط سن الابره مع الوريد على خط مستقيم واحد. بمعنى تعالى يا عسكري انت. ارفع كمك. مجرد ظهور الوريد والتأكد منه بنحط سن الإبرة والحقنة على استقامة واحدة مع الوريد. مفهوم؟ امسك الإبرة كده زي ما اتعلمنا. مالك؟ تعالى يا عسكري انت. ارفع كمك. تمام يا فندم. بنتجه أمام الذراع وبنحط سن الإبرة قدام الوريد على استقامة. آه. ايه يا ابني اللي بتعمله؟ احنا بنشرح. اتفضل الزراف. بسم الله الرحمن الرحيم. والدي الحبيب، أمي الحبيب، هنادي، لا أعرف لماذا أكتب إليك. أسأل القلم لماذا كتبت اسمها؟ ألأنك من القلائل في قريتي تقرئين؟ أم لأنك الحلم الباقي في إثبات أن التعلم خير وسيلة للخروج من دائرة الفقر؟ أم أكتب إليك لأني ربما أكون... لا، ليس لي الحق في أن أكون محبا، فالحب رفاهية وليس لمثلي أن يتطلع إليها. هنادي، هنادي ده دفع الجو بتاعك؟ انت ازاي تسمح لروحك يا جدع؟ انت تطلع على سن غيرك. حيلك حيلك، ما تتحمقش قوي كده. مش بقول لكم يا جدعان الواد ده وراه حكايه. بقول لك اكتم احسن اكتم. نزل ايدك. بقول لك عيب كده يا جماعه، ده انتوا زمايل. أمس دفعة
راحتك. ترى انت عامله ايه دلوقتي يا هنادي؟ مالك بيه يا جدع انت؟ حاطط نقرك من نقري ليه؟ بس انت بصراحه بقى دخلت دماغي. خليك في حالك وفوتني في حالي، انا مش ناقصك. ما ده اللي عجبني فيك يالا. اصل انا الاول كنت فاكرك يعني عشان انت ابن عمده شامم نفسك علينا حبتين. تاريك انا طلعت كورك انا. كورك؟ انا كورك؟ ايوه، واجد نفسك عبد الحليم حافظ وهات كتاب الجوابات. روح قلبي، نور عيني، حبيبي، هنادي. في كده انا؟ في كده؟ صدق بالله تيفا. لا اله الا الله. مفيش واحدة في الدنيا دي تستاهل دوشة الدماغ اللي أنت عاملها دي. عشان كده أنت لا مؤاخذة بقى كورك. إحنا لسه يا ابني قدامنا جيش طويل عريض، تلات أربع سنين على الأقل. هتفضل ضارب بوز ومتلوع كده؟ فكها يا صاحبي، اتركها للخلاقة يا عم. ولا أنا غلطان؟ لا عندك حق، اتركها للخلاقة. طمني، اصابات بسيطة وعالجناها. عاوزين لي اصرف لهم بذور وكيماوي، افهمهم، اشرح لهم ان اساميهم اتشالت من الكشوفات بامر المحكمة، والعمدة يعلم هذا الكلام. مفيش فايدة. طمني يا ابويا. ابويا سليم وقاعد بيتكلم كويس قوي جوه. كله الحمد لله. مصري مصري ابني، خد لنا على السلامة يا ابني. خد لنا على السلامة، خد لنا على السلامة. هو في ايه؟ مفيش يا ابني، تعالى 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 بس تعالى. يا ابني وكل ما جاي انا وفيه بالظبط. خلي يا ابني وشايقه بعضيها، مشاكل ما بتنفضش. كل يوم غاغة وعركه وسين وجيم. تصدق وتؤمن بالله؟ لا لا، انا بقيت احمد ربنا انك بعيد. العمده اعطاك الفلوس؟ ايوه يا ابني، من يومين. ده غير انه بيدفع اوبر كفار اللي بيصلحوا الارض يوم بيوم. الحقيقه يا ابني الراجل ما قصرش في اياته حاجه. وعقد الارض سجلتوه؟ ايوه. ما هو ايه؟ ما سجلكش ليه؟ يا سيدي هيسجله، بس فوق من الهم اللي احنا فيه ده. الراجل يا ولده بيبات على خد واحد من الغابه اللي دايره في البلد. انما انت ازاي يا زي احوالك؟ طمني يا ابني. مصري هاني يا حبيبي. يا ابني ايه يا عبد الله؟ عامل ايه؟ ازيك يا مصري؟ وحشني. الغابه دي كل خير مصري؟ ما تقولش شيء على جواز لام، طمنها عليا. سيبوني ارتاح من السكه امال، وهم اعملوا له لقمه تسند طوله. اروح يما اجيب له جوز فراخ يذبحوا له. مستنيه ايه يا بنت؟ ما تروحي. ازيك يا بنت عايشه؟ دخل المدرسه امتى؟ لسه باجي شهر. شفت يا ابو مصري ابنك صحته جت على الجيش ازاي؟ ما كانش لنا في الهم والفراق يا ابو مصري. اما ايه كفلنا الشر؟ احنا احسن من غيرنا الف مره. ايه كل حاجه بياخد نصيبه ولا ايه يا ابني؟ اوصل انا لحد الدوار على ما اسولك لقمه اكون خدت اذن من العمده وجيت. اه نعم. انا كنت عاوز اقابل العمده. ليه؟ الواجب برضه اني اسلم عليه وافكره بوعد اللي ما وفاش بيه. بعدين بعدين، انت مش قاعد معانا كام يوم؟ يومين. يومين بس؟ المره دي يومين ياما، لكن المره الجايه هيدوني اجازه كبيره. وامتى الاجازه الجايه؟ بالمشيئه ان شاء الله. يعني هتكون على رمضان كده؟ خلاص خليها الاجازه الجايه، تكون بركات الشهر الكريم هلت وربنا يحلها. بالاذن يا ابني، لحسن زمان العمده قلبت تدور عليا. خش يا حبيبي خش. الفراخ ياما. والله على الميه منضفيهم يا هنيه، وانت يا بنت روحي نقي حبه رز. منور مطرحك يا مصر. وحشاني يا ام.
كل شيء كلكم. مالك يا حبيبي؟ ما سلامتك يا أم، مفيش، سفر طول النهار مرتحتش. وإيه اللي خدناه يا ابني من السفر غير الفراق والشحطات؟ ما انا ابن غير شحطه في قلب عليك. نصيب يا أم، كل حاجه بياخد نصيب. ما كنت قاعد وسطيني. وهو ربنا فرجها على ابوك في الشغلانه الجديده، ومحنن قلب العمد عليه والقش رضا. ينفعش ترجع يا مصري، فرقنا بينه جه على هواك. على هواك؟ مش دي كانت شرطك ورغبتك من الاصل لما خدت شهاده من غير مجموع؟ تعرفي يا اما، يعني اتضح لي ان عمري كله يشبه المجموع اللي انا جبته في ثانويه عامه، 50%، نص نص يعني. بس مش انا لوحدي، بلدنا كلها نص ونص. عمرنا ما فرحنا للاخر ولا حزننا للاخر، عمرنا ما رضينا للاخر ولا غضبنا للاخر، دايما نص نص، دايما بنرجع قبل اخر المشوار. عشان كده لا بنروح ولا بنيجي، محلك سر. حتى في الحرب لا بنحارب ولا بنحاربش، بيكتبوها كده في الجرانين، حالة لا سلم ولا حرب. البلد ذاتها مش جايبة مجموعة ياما، مش أنا لوحدي. تم اختياركم كأفضل عناصر لتنضموا إلى تشكيلات القوات المسلحة في جبهة القتال، ولتصبحوا من قوة المستشفى الميداني بالجيش الثالث، لتقوموا بالدور المنوط بكم في معركة التحرير والنصر. الله، الوطن، بالأمر. جولد مجند عزت عبد العزيز مسلح، رقم العسكري 25-85-509، سلطة الدم بي يا فندم. جندي مجند حسن ابراهيم مفتاح، الرقم العسكري 28-29-143، فصلت الدم او يا فندم. مالك عسكري؟ مفيش يا فندم. مش حافظ بياناتك ولا ايه؟ اسمك ايه ورقمك العسكري؟ جندي مجند توفيق عبد الرازق الشرشابي، رقم العسكري 56-49-132، فصلت الدم او يا فندم. جندي مجند فيكتور امين بسيلي، مالك يا دفعه؟ مفيش، من ساعة ما رجعت من الأجازة وأنت مزاجك مش حلو. في حاجة في البلد؟ مفيش. رمضان بكرة يا جماعة، كرسان طيبين. كل سنة وأنت طيب يا توفيق. أنت طيب. كل سنة وأنت طيب يا لطيف. أنت طيب يا حسن. هتصوم بكرة يا توفيق؟ طبعًا، لو أنت ما بتصومش. أنت عارف؟ بيني وبينك أنا عمري ما صمت قبل كده، بس السنة دي إن شاء الله أنا هصوم، يعني هحاول أصوم الحمد لله يعني. تحاول؟ أنت مش مسلم ولا؟ أيوه يا عم مسلم. كانوا زمان بيقولوا لنا صوموا عشان تحسوا بالفقير لما يجوع. فقلت في بالي يعني هو في افقر مننا؟ احنا 7 اخوات فوق نص بعض، وبقى شغلنا جار مسلح يا دوبك بيكفينا عيش بالعافيه. كان متهيألي يعني ان الصيام ده معمول للاغنياء عشان يحسوا بالفقراء اللي زينا، مش معمول لينا. انت هتكفر؟ الصيام فرض على كل مسلم زيه زي الصلاه والشهاده. افادك الله يا عم شيخ. حسن يا مفتاح. ايوه. كلم حسن فتحي. حاضر. غير يا كتيف. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. طيب. اول نوبه في عمري افطر بره بيتي. محدش ياكل يا اخوانا لما نصلي المغرب. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. مش هنصلي المغرب يا فيكتور؟ الله اكبر، الله اكبر. انت توفيق عبد الرازق الشرشابي؟ تمام يا فندم. ملفك ناقص اوراق يا توفيق. انت مضيت اقرار الاستشهاد؟
انت مش هتعرف تكتب؟ خد املى الاستماره دي وهاتها دلوقتي. ايه؟ في بيانات مش عارفها؟ ممكن سيادتك يا فندم أجل الموضوع ده لبعدين. موضوع؟ موضوع ايه؟ هي فزورة؟ أنا الموقع عدناه أقر وأطلب من القوات المسلحة أنه في حالة استشهادي أن تصرف جميع مستحقاتي المالية إلى مين؟ أبوك عايش؟ اسمه الثلاثي ايه؟ مالك يا عسكري؟ سارق عليك النبي يا فندم أجل الموضوع ده. في ايه؟ ما نتكلم يا عسكري. أنا طالب العرض على مكتب السيد القائد. في ايه يا ابني؟ وعايز تعرض على القائد ليه؟ مسألة شخصية يا فندم. بخصوص ايه؟ مش هقدر أتكلم إلا قدام سيادة القائد. يا ابني القائد مش فاضي للكلام ده. اتكلم معايا أنا. في ايه؟ أنا كان غرضي أكتب اسم أبويا الحقيقي في الأوراق دي. أبوك الحقيقي؟ هو أنت ليك أب حقيقي؟ وأب أقصد أبويا اللي رباني، حاكم أبويا اللي في الأوراق دي، ما هوش محتاج معاش الموت. وأبوك اللي رباك ده بقى يقرب لك إيه؟ عمك؟ خالك؟ إيه ما يقربلكش خالص؟ معرفش غيره، وهو ملوش غيري بعد ربنا. شوف يا توفيق، أنت باين عليك طيب وابن حلال، بس الأوراق دي لازم تتكتب مظبوط، ومستحقات أي واحد فينا لو استشهد لازم تنصرف للورثة الشرعيين. يعني ممكن يا فندم اكتب الكلام ده؟ هتكتب ايه؟ تصرف مستحقاتي للورثه الشرعيين. ده هيريحك؟ خلاص اكتب في خانه المستفيدين الورثه الشرعيين وما تذكرش اسماء. تمام؟ تمام يا فندم. الاجازات اتلغت. قاعد اعد الايام 20 يوم وبقالي 6 يوم يلغوا الاجازات. شفتوا نحس كده؟ هيفتحوها اول ما يخلص المشروع، مش هتفرق 3 4 ايام يعني. وانت خاس عليك حاجه؟ ما انت لسه راجع من الاجازه يا فيكتور. لكن المره الجايه هيدوني اجازه كبيره. وامتى بالمشيئه الاجازه الجايه؟ على رمضان كده؟ خلاص خليها الاجازه رتيفة. ايه مالك يالا؟ معقول حد كان يصدق اللي حصل ده؟ نعدي وناخد الارض يا ابني؟ احنا 100 فل و10، بس يبعد عننا اولاد الحرام. مالهم اولاد الحرام؟
يا حسن. ايه يا جدع؟ خلاص يا حسن الخناقه فكت، ما عدناش نتخنق تاني، ما عدناش نتخنق تاني. ارجع يا ديب، ارجع يا مجنون. سليم، سليم يا توفيق، سليم يا اخوي. صورتك، صورتك المصري عبد الموجود المصري اخوك ده توفيق، اخوك يشبه لك صح؟ يشبه أنا مصري عبد الموجود. اسمك شهادة الميلاد مسرح موجود. ايوه امال ايه توفيق الشرشابي؟ ابن العمدة، عمدة بلدنا اللي اتجننت بداله. قرية الشرشابية قدام كده يا حاج. ايوه الناحية دي عند بيت عايزين من هنا. بيت العمدة تعرفه؟ ايوه مار اجي معاك اوديكم. طب اركب ورا. استنى سيدنا ونبينا محمد رسول الله. انتوا قاصدين مين ولا مؤاخذة؟ ده من هنا يا حاج. ايه امال؟ العمدة بتاعكم اسمه ايه؟ الحاج عبد الرازق الشرشابي. ماله ولا مؤاخذة؟ المفروض ده ابنه. لا حول ولا قوة الا بالله. ابنه مين؟ توفيق. يا سادة سوخة، ده انا لسه قبل النهاردة العصر. مقابل مين؟ سي توفيق ابن العمدة من الست الجديدة. لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني انت تعرف اللي اسمه توفيق عبد الرازق الشرشابي؟ ايه اللي اعرفه؟ بقول لك بقابله النهارده العصريه وانا خارج من القف. حدشي ولا مؤاخذه؟ تعرف صاحب الصوره دي؟ ده مصري. مصري ابن الحاج عبد الموجود. اقف يا فندم. اقف يا فندم الله يخليك. الكلام طلع مظبوط يا فندم، توفيق ما هواش توفيق، حتى حضرتك اسأل الراجل ده. هي ايه العبارة ولا مؤاخذة؟ أنت تعرف ولاد العمدة كويس؟ إيه اللي أعرفه؟ ده أنا مولود ومتربي في القاف. ده واحد من ولاد العمدة؟ لا، دي صورة مصر ابن الحاج عبد الموجود. صدقتني يا فندم اسمه مصر عبد الموجود، له توفيق وله شرشابي. ده هي يعني كل معاكم ده مصر. طب اركب بس اركب. يا فندم أرجوك لازم نسلم مصر لأبوه الحقيقي، ما يضيعش حقه دنيا وآخرة يا فندم. علي العوض ومن العوض. سيبي خالص انت وابنك، ما شفتش خلاقك الا لما شيعلك، فاهمة؟ شيخ سالم جهزك زي ما فهمتك، اوعى حد يلمعك. اطمن يا هرم العمدة. احنا بنصوت ليك يا طلع الشر. لا
حول ولا قوة إلا بالله. توفيق فدا وطنه. ويلي ولادي كلهم. فدا الوطن. فدا مصر. بعد إذنك يا عمدة. أنا هضطر أستدعي الشرطة عشان يحضروا تسليم الجثمان. شرطة إيه يا كابتن؟ أنا هنا العمدة. وابقى في ذات الوقت ابو الشهيد يبقاش دخل الشرطه في الموضوع. بصراحه بقى انا مشتم بريحه جريمه في الموضوع ده. مشتم؟ بقول لسيادتك ايه؟ البلد في حاله حرب واللي فيها مكفيه. وانت ولا مؤاخذه جاي هنا في مأموريه تنتهي دلوقتي لما تسلمني جثه الشهيد. ومالكش عندنا بعد كده الا الشكر ووجب الضيافه. قلت ايه؟ هو الشهيد يبقى ابنك يا عمده؟ ايوه ابني. وادي بطاقته اهي. ايه؟ والورق اللي في ايدك فيه اسمي. هتسلمني الجثمان ولا لا؟ هو ده قص البلاوي كلها يا سعادة البيت. ايه ده يا حاج عمار؟ هو ده قص البلاوي كلها يا سعادة البيت. ايه ده يا حاج عمار؟ هو دي حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. موجود عليه العوض ومنه العوض يا رب. عليه العوض ومنه العوض. اسمك حسين في ابراهيم السيد الويشي مربي فاضل سابقا 56 سنة. الاخ عبد موجود بيتهمك بتدبير تجنيد ابنه بالتزوير بدل من المدعو توفيق الشرشاوي ابن العمده. يؤسفني حقيقه ان ارى هذه الكوكبه المتلألئه من المسؤولين واولي الامر يضيعوا وقتهم الثمين في وقت البلد في حاجه الى مجهودهم ليتاكد لنا النصر المبين في معركة الشرف والكرامة. المعركة التي يجب أن لا يعلو فوق صوتها صوت. وإني باسم الشعب. يا أخي حمدان يا أخي حمدان يا أخي حمدان أنا سألتك سؤال محدد. إيه تعليقك على الاتهام الموجه ليك من الأخ عبد موجود؟ أرفض الاتهام شكلا وموضوعا. يا سعادة البيه المسألة كلها ملهاش أساس. أنا قدمت لسعادتك شهادة وفاة ابن عبد موجود من 3 أشهر وزيادة. اللي تحت دي جثمان ابن أهلي. ابن اللي قدمته في ده مصر. تكون جزاتي البهدلة والشحططة يا رب. كدفت وشك. كدفت وشك. طب احلف على كتاب الله إنه ده مش قد إيه. احلف يا ظالم يا مفتري. يا ظالم يا مفتري. يا ظالم يا مفتري. يا ظالم يا مفتري يا ظالم يا مفتري. عليه العوض ومنه العوض يا رب. حطوه في المكتب اللي هناك. عليه العوض ومنه العوض يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. العوض عليك يا رب. العوض عليك يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. رائد مجد عبد المطلب. أحب أنبه جنابك إن أقوال الكابتن ضابط الجيش لا تجوز إلا في حضور النيابة والشرطة العسكرية. أنت هتعلمنا شغلنا ولا إيه يا حمدان؟ العفو يا جناب وده مجرد توضيح. دالت يا عبد موجود.
انا عليك ابنك تمرمطه المرمطه دي. قلتها بعظمه لسانك ابني. انت انخبلت في مخي كده ده. هبين انك كبرت وخرفت. تسرقوا مني الولا حي وميت. كل اللي بتعمله ده مش هيرجع الواد من تاني. فوق لروحك وتقلق في شبتك. ايه اللي حينوبك من الغاغه دي؟ السجن. انت ناسي انك مشارك في المصيبه. السجن اهون عليا من اللي جرالي. ومراتك وبنتينك هترتاح لما يشردوا. ابنك هيرتاح في نومته لما امه واخواته يمشوا ماشي بطال. قطع لسانك. انا ببصلك يا بهيل. ايه اللي حينوبك لما السجن كلنا هيرجع الواد؟ لا ابنك مات شهيد يا عم موجود. مات هو شايل اسمي. يبقى ابني قد ما هو ابنك. افهم بقول ايه. هو انا مش اب واقدر احس بالنار اللي قايده في صدرك. الجحيم. انا في الجحيم ذاته. انا في الجحيم ذاته. بس هو في الجنه دلوقتي مع الابرار والمرسلين. مش يمكن ربنا اراد انه يتشفع لك في يوم الموقف العظيم. ترفص ليه نعمه مشيعها لك ربنا. اعقل يا عم موجود. واني رقبتي ليك وفي هدا بيتك وعيالك. واني قد القول. نزل الصندوق ده. قدم يا عم موجود. تعالى. افتح الصندوق. ابنك ده موجود. بص كويس اتعرف عليه. بص كويس اتعرف عليه. ابنك. ابنك. أنا جاي لك في معادي لأجل ما أوفي بوعدي وأبري ذمتي. مستحقات ابنك اللي صرفها لي إيه على داير مليم؟ 200 جنيه مكافئة، 25 مصاريف جنازة، وثلاث أشهر معادي.